هذا وتجمع مملكه البحرين ودوله الكويت الشقيقه علاقات تاريخيه راسخه اثر الدعم المستمر من القيادتين الحكيمتين في البلدين الشقيقين. نعم فهذه العلاقه ازدهرت وتفردت لتصل الى مختلف مجالات التنميه والتطوير في البلدين. علاقه اخويه تاريخيه متميزه وعميقه تجمع بين مملكه البحرين ودوله الكويت الشقيقه. علاقه تعود الى عده قرون بين البلدين والشعبين الشقيقين وتستند الى اسس راسخه الجذور وارث ممتد عبر التاريخ هذه العلاقه المميزه كانت الداعم الاكبر والمساهم في تعزيز التعاون في مختلف المجالات والارتقاء به نحو افاق ارحب واوسع والبناء على ما تحقق من المنجزات على مختلف الصعد سواء في الاطار الثنائي او على مستوى مجلس التعاون وتفرع هذا التعاون ليشمل الجانب السياسي والاقتصادي والاجتماعي فالزيارات الاخويه المتبادله بين القيادتين الحكيمتين في البلدين الشقيقين كانت خير شاهد على تطور العلاقات ومتانتها في شتى المجالات والدعم المستمر لتطوير العلاقه بمختلف ابعادها الحرص على تدعيم العمل المشترك والرؤى الجامعه التي يتبناها البلدين الشقيقين ساهمت في الدفع نحو تقويه العلاقات البحرينيه الكويتيه في مختلف المواقف والظروف وميزت العلاقه بخصوصيه فريده انعكست اثارها بشكل ايجابي في مختلف الاصعده والمجالات